دستور هلا والله نورت وهلا والله مسهلة. جيب جيب خلنا نشمل لك جيب جيب قام جيبهم جيبهم. شو اخبارك؟ عساك طيب؟ شو علومك؟ شو مسوي؟ الحساوي يقولون انه جاي يدور عليك في المطار يسأل الناس في الرياض. هو في الرياض وش كان يطلع عمرك مقطع فيديو في السناب ان الرجال حط شنطته الحمراء نايم عند الشاب حصل سيارته حصل سيارتي في المواقف في المواقف في اثنين ونايم عند السيارة نايم عند السيارة؟ عند السيارة يا اخوي دق عليه شوف لحاله يشيلون الامن. يعني الدب الحساوي الحين نايم عند سيارتي؟ عند سيارتك انا الحين بجيب بس بكلم السكرتير ذا واخليه يصور الحين عشان تصدق. ارسل لي المقطع. يلا. الدب الحساوي الحين في مطار الملك خالد في الرياض. وعند الربع نايم. وصلتني مقاطع قبل شوي شفتها والله ما ادري انزلها لكم. ما ادري اروح اصفقه. أنا طيارتي بعد شوي. نزلت من السيارة أنا بشوف صدق الكلام ولا مزح. قسماً بال. أنت وينك؟ موجود. يلا 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 الحين شاركب الطيارة يلا يلا مع السلامة مع السلامة خلاص خلاص يلا مع السلامة مع السلامة خلاص مع السلامة. زهقت ولا شفت السعادة. الحمد لله على السلامة وصلت. والحين أنا أدور السيارة وأدور اللي جنب السيارة وأنتوا عارفين مين. الساعة الحين 4 الفجر. وين؟ والله أنا في المواقف ضايع الحين مدري وين. ترى شفت بدلت لك الثوب. شفت استوى تعال. شفت أنا كنت لابس ثوب نوم بس قام جيت وذا رحت لبست لك ثوب أبيض وتكشخت وحركات. ترى شفت بدلت لك الثوب. شفت استوى تعال طالع. شفت انا كنت لابس ثوب نوم بس قام جيت وذا رحت لبست لك ثوب ابيض وتكشخت وحركات ولا جاك ثوب نوم ترى كنت. شو اخبارك استوى؟ تبغى الحين؟ ايش تبغى؟ اخلص. متاكد يعني دستور؟ اخلص وش تبغى؟ وش منفس تعبان قول لي يا اخي وش تبغى يا اخي؟ انت تضرني الحين 7 ساعات ما ادري 6 ساعات ليه؟ 7 ساعات ليه؟ ايش تبي؟ ايش قايل في السناب كاتب الدب القطبي ما ادري ايش؟ والله دستور اي دب قطبي؟ الدب فقدني ما ادري ايش؟ انا كتبت انا فقدتك يوم حطيت صورة. هذا جزاي يعني اجيك هذا جزاي. يعني يوم قلت فقدتك. 7 ساعات متحمل لا اكل ولا شيء عادي بستناك. كنت اجهز لك ورده بس ما في ورده. جيتك ترى اول شيء رحت عند الشقه ما حصلتك ورحت ما ادري وين ورحت قعدت وذا. ايش تبي انت الحين ايش تبي؟ تبي اوصلك؟ ما بتوصلني. بوصلك الفندق على قولتك. اركب. تنهي العلاقه يعني؟ ابى اوصلك اركب. وصلني نتفاهم مع بعض. ترى عندنا موضوع دستور معك. ما ماشي قوانيني ما تبيني الله يستر عليك عادي. والله عادي ترى نقطع مع بعض عادي. ترى عندنا موضوع دستور معك ما ماشي قوانيني ما تبيني الله يستر عليك عادي والله عادي ترى نقطع مع بعض عادي. نزل البقالة شوف يا جماعة الخير شفت ايش سوى. الله العظيم قسما خذها رجع العلبة يا الله مسوي غبي. خلوا علي ابو علي والله انا حط شرب لبن وحطه فوق البراده. اي براده؟ والله ما ادري اللي في النص. طب عليه اخلص بسرعه ما عليك روح. وين اللبن؟ هاي لبن. اللبن اللي شربته وينه؟ لا تسوقها. هاي لبن. طلع اللبن. هاي لبن. طلع اللبن اللي فوق. أقول. طلع اللبن. أطلع. طلع اللبن. أطلع. طلع اللبن. لقينا عصر. أطلع. أقولك طلع اللبن. عزمك يا تسمع سرعة يطلع.
لا تعصبني وياك. شوف وين اللبن؟ خلاص دفعته فضحتني. شو اسوي؟ دفعته. ولا كنت بتحطه توري ورا؟ لا نسيت، انا حطيته ونسيت. خلاص. انت نسيته؟ يعني كنت انا ادفع انا عادي، بس الواحد ينسى. لكني حرام اخش بقاله يبقى شايفني انا. جماعة الخير انتم شفتوا الموقف، يعني موقف واحد ناسي ولا حرام؟ الا والله صدق يا جماعة الخير قبل الرحام. عمده غبرت، شو السالفة؟ يا تونا مغسلين امس. الله يعطيك خير فيك شالها ترى. ها تابي انا اقول لك شيء. الله يعطيك خير فيك شالها. ايش تابي طيب الحين؟ متى وعدنا؟ يا اخي راح نام، لا صح تكلمني. يلا 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 صوت. رح نام. يبا بنتفاهم مع بعض. لا لا ماني متفاهم، بروح نام. لا بتنام. بجي معك. زي ما نمت خمس ايام بتنام. بجي معك. لا لا تجي لا تجي لا تجي. كان جايك ضيف الرياض الحين وذا. انت ضيف؟ اي ضيف. ممكن تعله، ما انت بضيف انت. راح 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 ورا راح ورا. يلا مع السلامة. صدق؟ يلا. ها؟